ما هي أفضل طريقة لطرد الباعوض؟ كلنا قد تعبنا من محاولة إجراء التجارب للتخلص من إزعاج الباعوض، من شمعات مرورا بالمراهم والكريمات وصولا للكرات المنحنية. جميعنا مقتنعون بأن هذه الوسائل تقوم بوظيفتها وتبقينا آمنين من خطر هذه المخلوقات الصغيرة المصاصة للدماء والناقلة للميكروبات والجراثيم. لكن كيف يمكننا أن نعرف ما مدى فعالية هذه الوسائل في إبقاء هذه الحشرات بعيدة عنا؟ وفي ظل جائحة فيروس زيكا الذي ما زالت محتدمة في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، تجددت الحاجة لإيجاد طريقة للتخلص من إزعاج البعوض. نشرت حديثا ورقة بحثية في دورية علم الحشرات تعمقت في مدى فعالية المستحضرات المقاومة للبعوض، ويمكننا القول أنه وللأسف فإن النتائج ليست جيدة جدا. تبين أنه لا يوجد منتج من المنتجات الإحدى عشر المفحوصة فعال بنسبة 100%، وبعضها حتى لم يكن مفيدا على الإطلاق. ولمعرفة ذلك قام الباحثون بوضع الطعم والذي كان في هذه الحالة في هذه حالة الإنسان في نفق يجري به الهواء بالجوار من قفص يحتوي على بعوض الزاعجة المصرية، لمعرفة هل سينجذب البعوض للطعم أم سيبتعد عنه عند وجوده في مجال المنتجات المضادة للبعوض. وجد العلماء أن شمعات السيترونيلا لا يوجد لها أي تأثير مطلقا في إبعاد البعوض، بل في الواقع قامت بجذب عدد أقل قليلا من البعوض تجاه الإنسان مقارنة بوجود الإنسان لوحده. أما بالنسبة للبخاخات التي ترش على الجسم، فعلى الرغم من أنها لم تظهر سوى أثرا قليلا إحصائيا في إبعاد البعوض، إلا أن هذا لا يعني أنك لا يمكن أن تتعرض للدغ، خاصة في ظل وجود كمية كبيرة من البعوض في الوسط الذي تجلس به. بينما كانت أفضل الوسائل للحماية من لدغ البعوض هي زيت الليمون وبخاخ رذاذ شجر الكينا أو شجر الكافور ومادة الديت، وهي مادة كيميائية طاردة للحشرات معدة للوضع على الجسم، وقد قللت هذه الوسائل من جذب البعوض بنسبة 60%. وبالنسبة للإفراط في استخدام وسائل الحماية فإن ذلك لم ينفع كثيرا. أما فيما يخص السوار الذي يلبس في اليد والذي يحوي على مادة طاردة للبعوض وطارد البعوض الصوتي الذي يقوم ببث موجات صوتية فوق صوتية تزعج البعوض، فقد كانت هاتين الوسيلتين سيئتين جدا وبدون فائدة إطلاقا. وكتب المحرر الرئيسي في هذه الدراسة مهاجما: لا يوجد أي دليل علمي يدل على أنه بالإمكان ردع البعوض بواسطة الموجات الصوتية، ونحن نعتبر هذه الأجهزة مجرد مكافئ لزيت الأفعى، في إشارة إلى أن هذه الأجهزة مشكوك بأمرها وبفائدتها. لكن على كل الأحوال كان هناك جهاز واحد قابل للاستخدام وكان ذو أثر إيجابي، وهو بخاخ مادة الميتوفلوترين الذي يستخدم لرش الميتوفلوترين حول اللباس. قد كان فعلا جيدا بالنتيجة التي قدمها في إبعاد البعوض. وهنا نصل إلى أن أفضل طريقة لإبقاء البخاخ قريبا منا، ورغم ذلك يجب أخذ الحذر بأن هذه المنتجات ليست بنفس الفعالية التي تدعيها الشركات المصنعة، ويجب أخذ الحذر خاصة عندما تعرف أنك ذاهب إلى مكان ستتعرض فيه لكميات كبيرة من لسعات وقرصات العقرب البعوض عفوا. بحسبك، ما هي أفضل طريقة لطرد البعوض؟